مرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. ايه ده، الله، دي لعبه جديده من ماستر هاي، عروسه جميله جدا بقى بتاعت الايه. فاكرين كنت جبت لكم مره قبل كده بتاعت السحر؟ النهارده بقى دي بتطلع في زي دور اراجوز، شكلها جامد جدا جدا جدا. بقى نفتح اللعبه دي بتاعت السحر، فاكرين جبت لكم في فيديو تاني قبل كده؟ تعالوا بقى نفتح اللعبة النهاردة ونتفرج عليها ماركة ماتيل، ونشوف بقى يا ترى اللعبة دي عبارة عن ايه من جوه، وايه المحتويات بتاعت العروسة بتاعت الكلاون بتاعت المسرح الفظيع قوي ده. الله، دي شكلها هيكون لعبة جامدة جدا جدا جدا. وكمان بقى معاها مرجيحة جوه تقعد مرجع عليها زي ما انتوا شايفين في الصورة، وده بقى شكلها. وهي بصوا ده بقى المسرح بتاعها، دي بالمرجحة بتاعتها بالمكان اللي بتتصور فيه، ومعها كمان كده زي بصوا اللي هو اللي هنا دوت نضارة بتاعت الأراجوز. شكلها فعلا جامد جدا عشان تقدر افكس، عشان تقدر ان هي تتصور والصور تطلع شكلها حلو جدا. ومعها كمان مراية شكلها غريب جدا على اليمين، ومعها كده حاجة فوق تقدر ان هي تعمل عليها زي اي اكروبات. الله، بصوا شعرها بقى لونه بينك في اسود، شكله فعلا يجنن. الله، الشعر فظيع قوي ده، منكوش طبعا بشكلها مخضوضه، بس الميك اب بتاعها كمان جميل جدا على شعرها. بصوا من تحت فيه خصل سودا، ومن فوق بقى عندها زي قرنين كده، شكلها فعلا وحش مرعب قوي. ايه ده، ده عامله زي الودن بتاعت الدراجون كده او خفاش، شكلها فعلا فظيع فظيعة. بصوا بقى وعينيها هنا لونها بقى ايه، بامبا. وكمان في بقى الايه الميك اب بتاعها نازل لونه اسود مع حواجبها لونها بني. ايه ده، شكلها فعلا جامد جدا. بصوا الروج اللي حطها لونه بينك، واو، ايه كمان والحلاوة دي، انت شكلك فعلا امور قوي، شكلها فعلا يجنن. بصوا حط الميك اب بقى كده ان هي زي كلاون، فشكلها فعلا جامد جدا. ومعانا ايه بقى كمان، بصوا لابسه زي حاجه كده بتلف على رقبتها، لونها ازرق، والفستان بتاعها يجنن، مقلم ابيض في اسود مع الجوب بتاعتها لونها بينك في ازرق. وورا بقى في الشكل دوت اللي هو لونه بينك، شكله فظيع قوي. الله، بصوا الفستان بتاعها فعلا ستايل بتاعها جديد. وورا عندها الاجنحه بتاعه الخفاش، الله، او زي تنين كده صغير. لا، الاجنحه بتاعتها فعلا فظيعه. بصوا الاجنحه، الله، بس طبعا ما بتعرفش ان هي تطير. اعتقد ممكن نشوف بقى لما تيجي تعمل لنا السحر، يا ترى هتعمل لنا سحر ايه. واو، بصوا بقى معاها ايه كمان، ممكن احنا نفكيت الجناح، ممكن احنا نركبه تاني. بصوا، لا شكله فعلا، وجزمتها بقى فعلا تجنن فظيعه، لونها بينك كبيره جدا جدا. بص الكعب بتاعها قد ايه، ومقفوله كده بقى من ورا، لا شكلها فعلا فظيع، انا عجبتني قوي قوي قوي. بصوا عامله ازاي، لا دي فعلا تهبل، وشكلها فيها فيونكه كده تهبل على رجليها، عملاقه قوي الجزمه بتاعتها، بينك الشقيه قوي 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 دي. اوكي، ومعانا هنا ايه بقى كمان، بصوا ده بقيت الفستان، وهنا بقى ده السيرك بتاعها، الستيج بتاعها مكتوب عليه مونستر هاي. اوكي، نحطه بقى كده ونكمل بقى بقيه السحر. طبعا هعمل لكم فيديو تاني عشان نقدر ان احنا نركب بقى فيه كل المحتويات بتاعه السيرك بتاعها، ونشوف بقى يا ترى ايه الحاجات اللي هي بتعملها على الستيج، يا ترى بقى بتنط ولا بتعملي سحر، بتعملي ايه بالظبط. الله، بصوا شكله جامد ازاي. اوكي، ده اول حاجه. بعدين بصوا بقى البلالين هنا بقى، في بالونه لونها احمر وبالونه لونها ابيض، ايه ده يجننوا، نحطهم بقى على الستيج من فوق، هيدو شكل الديزاين بتاعه هيكون جامد قوي. اوكي، وبعدين عندي ايه بقى كمان، بص تعالوا كده نشوف، بعد ما نحطهم بقى على الستيج من فوق، عندي بقى كمان هوريكم بقية الأجزاء اللي معايا دي بقى الإضاءة. اوكي، بصوا هتكون من تحت كده، فتعملنا زي كشاف جامد سبوت لايت. ودوت جزء من الستيج اهو، بصوا ايه ده، بصوا الشكل ده شكله جمجمة، شكله جامد قوي. ومعانا ايه كمان بقى، بصوا
دي النضارة بقى اللي بتلبسها وتتصور بيها. الله بصوا شكلها جامد ازاي. بصوا عندها مراخير الكلاون، وهنا بقى دي ممكن برضو ان هي تتصور بيها زي شنب كده مستاج، ممكن ان هي تحطه على وشها وتتصور بيه، هيكون برضو جامد قوي في التصوير. وهنا بقى زي توكة كده على شعرها زي كده بتاعت الأراجوز. وهنا بصوا بقى دي نضارة تانية تتصور بيها لونها موف. وهنا بقى دي الكاميرا بتاعت التصوير، هي بقى هتتصور بقى بكذا شكل مختلف. واو بصوا فتحتها، وده الفيلم بتاعها بقى اللي جوه. ممكن نحطه كده ونقفل عليه. وهنا بقى دي الشكل بتاع بقية الستيج بتاعها. الله بصي شكلها جامد ازاي. وهنا بقى ده البوستر بتاعها بقى، بنحطه لها على السيرك بتاعها وهي واقفة، بيكون بقى هو وراها، شكله جامد جدا. هنا صورتها بقى مكتوب عليها اسمها روشيل. الله شكلها جامد قوي، روشيل الفظيعة دي. وهنا بعد بقية السيرك بتاعها، واو بصوا كبير ازاي، وفي حاجات بيضة كده زي ما موجود في الصورة. ونحط بقى عليها بلالين من فوق، يكون شكله جامد قوي. ومعنا هنا بقى كمان ده البوستر الكبير، نحط بقى وشها فيه. اوكي شكله بيبقى فعلا فظيع. بصوا هنا بقى زي واحد بعضلات كده، هي بقى هتحط راسها جوه وهتتصور بيه. الله ده شكله فعلا جميل جدا، وشكله فعلا عملاق ووحش كبير قوي كده. الله عجبني جدا. وهنا بقى دي الأرضية بتاعت المسرح بتاعها. ونكون كده اتفرجنا على كل محتويات المسرح الفظيع ده. طب هنا بقى كنت هحب الاطفال، هجيب لكم فيديو تاني نقدر ان احنا نركب بقى فيه الستيج الكبير قوي ده مع الايه، ونلبس العروسه اللي معانا كذا طقم مختلف عشان نقدر ان احنا ايه، ده بقيه الستيج اهو، عشان نقدر ان احنا نصورها بكذا صوره مختلفه. الله بص عليه علامه الجمجمه دي بتاعت مونستر هاي، شكله فعلا فظيع جدا. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع ده عجبكم. طبعا انا بقدر احب الاطفال عشان اجيب لكم فيديو تاني احنا بنركب بقى فيه كل المحتويات دي مره واحده. كل ما انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.